رجعنا لكم أفيانا الكرام واسلي معكم دائما على الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم صحة وسلامة، لقاءكم اليومي اللي من خلاله دائما كنجاوبوا على كل أسئلة اللي كتعلق بالصحة والسلامة ديالكم. كنعاود نذكركم بلي اليوم يوم الأربعاء وكيشرفنا بالحضور الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية وهو طبيب عام، واليوم غادي نتكلموا على عشبة المريوت. تنرحب بك دكتور عبد الخالق، صباح الخير. صباح النور، تحية لك وتحية جميع المستمعات والمستمعين. مرحبا دكتور عبد الخالق، ما غنطولش عليك وغنمشي مباشرة الموضوع لأنه مؤخرا ولا استهلاك بواحد الشكل خطير جدا لهذه العشبة هذه. ففي البداية شنو هي عشبة المريوت؟ المريوت هي بكل سهولة نقدروا نأسميلو، يعني نقدروا نقارنوها مع الأعشاب اللي قريبة للنعناع، يعني دايور هي قريبة لها في ناحية الشكل، قريبة لها في بعض المكونات ديالها، وقريبة لها حتى في بعض المنافع ديالها، ولكن فيتها أكثر شوية حتى في بعض الأضرار الجانبية وفي التفاعلات اللي كتكون مع التغذية ولا مع الأعشاب الطبية اللي كتكون. قبل ما نطرق ذكرتي ان كاين واحد التزايد دابا، واحد تهافت على الاستهلاك ديال هاد العشبه هادي. انا غنقول بلا راه دابا كاين واحد التهافت على واحد استهلاك ديال واحد كبير من عدد كبير من الاعشاب دابا، للاسف اللي فيها ما هو غير ضار، فيها اللي هو نسبيا، نركز على المصطلح ديال نسبيا نافع، وفيها اللي هو كيقدر يكون سام. وحتى هذيك اللي كتكون نسبيا نافعة فرا الاستهلاك ديالها بالكمية اللي هي ولات كتستهلك، فراه احنا كنقربوا للسمية ديالها وبالتالي كنقربوا للتأثيرات الجانبية ديالها. مريوت مغيب المغيب بلون هو واحد العشبة اللي دائما فعلا كانت كتستهلك، ولكن دائما كانت كتستهلك لواحد الأسباب معينة اللي هي معروفة، اللي ربما قيل حتى مثلا دابا فاش كن مثلا عارفاش كندخلوا مثلا الانترنت ولا كنمشيو للمواقع اللي هي عالمة، يعني المواقع اللي هي محترمة، يعني اللي كدير اللي كتنشر ديزارتيكل، يعني مواقع معتمدة، فكنلقاو على ان الاستعمال ديال المريوت كان ومازال هو بعض المشاكل ديال الجهاز التنفسي. مشاكل الجهاز التنفسي بحال اكسبكتورون شويه منظف، يعني نقدر نقارنوه في هذا المنفعه ديالو في هذا الاتجاه مع 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 لوكاليبتوس، ودائما كنبغي نركز على البعد الوقائي ديالو، حيث دائما هذا الطب ديال الطبيعي والعلاج الطبيعي فدائما كيبقى ماشي الطب ديال المستعجلات، وهنا فين كاين عاوتاني من بين الخطورات اللي كاينين. ما دون ذلك يعني من استعمالات اخرى ما تبتش علميا. ولو وضعنا يعني مريوت مقارنه مع الكاليبتوس كنلقاو باللي يعني يستحسن استعمال الكاليبتوس ونبعدوا على المريوت لانه نسبه السميه فيها عاليه بزاف. هو الكاليبتوس نافع، ولكن ما نساوش حتى هو راه عنده النسبه ديال السميه ديالو، يعني جميع الاعشاب من هذه اللي يعني احنا كنقولوا راها ظريفه لانها ما عندهاش اضرار كبيرة، فراه حتى هي كتكون قدر تكون عندها واحد سمية إلا وصلنا لواحد واحد درجة معينة. نعم. مريوت من بين الأضرار الجانبية اللي يقدروا توصلوا لي، أول حاجة هي حالات ديال التقيؤ، حالات ديال الرضان، كتمشي بعد مرات حتى للدوخة، إلا كترنا منه كيقدر يتسبب لنا في مشاكل ديال الكبد، كيقدر يتسبب لنا في مشاكل ديال الكلي. مريوت أضيف للاستعمالات اللي ذكرت ديال التنفس، فكانت معروفة عليه كذلك بعض الاستعمالات اللي هي خارجية كمضاد لبعض التعفنات وداكشي، ولكن لحد الآن يعني الاستعمال يعني علميا ما تبتش المنفعه ديالو، لدرجه ان واحد العدد كبير من لي لابوراتوار اللي كانوا كيسوقوا هاد، يعني اللي كانوا كيسوقوا المواد الطبيعيه مثلا في فرنسا كانوا كيسوقوها على شكل كينات، فسحبوها من المارشي تقريبا واحد من 2008 تقريبا بدات كتسحب. علاش؟ لان كاين خيارات اخرى. نعم. في هذا الباب مع اضرار جانبيه اقل.
واكيد غنواصل معك دكتور عبد الخالق الرمضاني طبيب عام واخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، لكن مباشره بعد ما توقفوا مع فاصل اعلاني قصير. رجعنا لكم أوفيان الكرام عالم غاديو، نرحب بكم مجددا وكنشكركم على وفائكم الدائم. حنا دائما مواصلين معكم صحة وسلامة برفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني طبيب عام وأخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. وغادي نرجع لك دكتور عبد الخالق، اليوم كنتكلموا على المريوت، واحد العشبة اللي عدد كبير من الناس بحكي يستهلكوها بكمية خطيرة جدا. يعني وقفنا على حالة وفاية بسبب المريوت بسبب الاستعمالات المفرطة ليها، الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يخافوا منها ويخافوا من اخطارها. فهنا شنو هي الاخطار اللي يمكن تعطيها لنا عشبه المريوت؟ من كما ذكرت اهم خطر كيقدر يعاني منه الانسان اللي كيستهلك بواحد الشكل كبير مثلا المريوت، كاين وهذه مذكوره في لاديتيراتور، يعني كاين مشاكل في الكبد ومشاكل في الكلي اللي كتقدر تعطينا حتى لانسيفيزونس رينال، يعني القصور الكلوي، وحنا عارفين الخطوره ديالو. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في المعده، قرحه المعده وداكشي، فراه كاين ولو انها في الاستعمالات القديمه ديالها كانت بعض الاحيان كتستعمل المشاكل ديال المعده، فهي رتبتت على انها تقدر تشكل لنا هي اصلا هي خطوره على القرحه. الناس اللي عندهم قرحه ديال المعده وتسبب لنا وتسرع الوتيره ديال يوصل باش يوصل الانسان المضاعفات الخطيره ديال القرحه ديال المعده. كذلك من بين الاضرار ديالها الخطيره الاخرى هي التفاعلات ديالها مع الادويه ومع بعض المسائل اللي حنا كناكلوها. كيفاش كتمشي هاد التفاعلات؟ يعني التفاعلات نقدر مثلا عندها تفاعلات مع الوارفارين، يعني مع اللي هي معروفه عليها انها كتسهل يعني كتخلي الدم يبقى جاري، فهي الانسان اللي كيكون كيستعملها وكيستعمل كذلك الوارفارين اللي هي واحد الماده اللي بزاف الناس اللي كيكون عندهم سواء متبعين عندهم شي مشكل ديال القلب، شي جلطه ولا شي مشكل ديال فاتحين على القلب، بعد مرات الطبيب المعالج ديالهم كيكتب لهم شي ادويه اللي باش يبقى الدم شويه جاري، فالمريوت فكتمشي كذلك في هذا الاتجاه. كذلك عندها واحد المفعول اللي هو قريب لواحد الماده اللي كنا ذكرناه اللي هي الميبيرتوي، بمعنى انه يقدر بعض المرات يلعب لنا دور ديال اندكتور انزيماتيك، بمعنى انه كيسرع داك كيقلص المده ديال المرور ديال بعض الادويه عندنا في الذات، منهم بعض الادويه ديال الضغط الدموي، منهم بعض المضادات الحيويه، وبالتالي كنقص المفعول ديالهم، واخطر من ذلك بعض المضادات يعني بعض الادويه اللي كتستعمل في العلاج الكيماوي خاصه عند الناس اللي كيعانيو من الاورام. هنا نبغي نرجع لهاد المغالطه الخطيره اللي كيتستعملوها الناس بعض المرات، يعني كيمشيو للاستعمال ديال المريوت في اتجاه ديال المحاربه ديال بعض الاورام خاصه الخبيثه، يعني لي كونسير لي تيومور. فهنا مساله خطيره، علاش؟ لانه مريوت ما عنده حتى شي مفعول ثابت علمي او حتى ستاتيستيك، يعني ولا حتى شي حالات، يعني نقدروا نعتمدوا على حاله غير حاله ولا جوج، ما كنا ولو ان احنا علميا ما نقدروش نعتمدوا عليها، ولكن ما كايناش. يعني مريوت يعني كيتذكر على انه كيعالج هاد لي تيومور، فملي كاين الانسان كيقدر يجربهم الله يحفظ، ويقدر يجربهم واحد المده ديال شهر شهرين المفعول ما كيكونش، وبطبيعه الحال ما غاديش يكون لانه ما كايناش كما قلت ابحاث علميه اللي كتمشي في هذا الاتجاه. وفي هذاك الشهر او شهرين اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد التاخر في العلاج، وحنا عارفين ملي كيكون تاخر في العلاج خاصه في الاورام وخاصه الخبيثه منها، فعارفين انها يعني الا كانت سنتيم راه تقدر تولي جوج ولا 3 سنتيم، يعني هادشي بسرعه في الانتشار، هادشي الا ما انتشرتش في شي بلايص اخرى، يعني ما دارتش لنا شي ميتاستاز. يعني نحاولوا يكون واحد الحذر كبير في التعامل مع بعض الـ 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 يعني المنافع اللي كتسوق لهاد العشبه. نعم. واللي هي ما ثابته شيء. دكتور عبد الخالق، يعني ملي كنتكلموا على مريوت كيف ما قلتي اللي هو ثابت علميا، هي انها كتقدر تساعد في المشاكل التنفسيه بطبيعه الحال ملي كتخضع المعايير مختبريه وطبيه، ف
في هذا الباب. من باب اخر شنو هي المضاعفات ديال الاستعمال ديالها بهذه الطريقه باش كيستعملوها اليوم الناس في مجتمعنا؟ هي المنافع ديالها فكما قلت لك هي يعني استنتاج ديال واحد الاستعمالات اللي عندها ديال مئات ولا الاف السنين. يعني دائما كان الاستعمال ديالها في هذا الاتجاه ديال بعض المشاكل الخفيفه ديال الجهاز التنفسي. يعني راه ما كتعالج لدرجه ان في جميع الاماكن دوك لي واحد العدد كبير من الحالات اللي كانوا فيهم هاد التجارب. يعني ملي كتكون واحد الحالة ديال برونشيت سامب مثلا, واحد التهاب اللي هو خفيف يعني غالبا اللي كيكون عنده علاقة مع الفيروس, فهي اكسبكتورونت بمعنى انها كتعاون الانسان باش يخوي الصدر ديالو. هذه كاينه, ولكن شي يعني اكثر من ذلك كتكلمي شويه الكحبه كذلك, يعني مي اكثر من ذلك منافع فما هي ما ثبتش علميا. الانسان فاش كيتجاوز منها واحد لدرجه ان حتى في هاد الاستعمالات هذه فما منصوحش على انه نفوتوا منها واحد الكميه ديال 10 غرام في اليوم, يعني 10 الغرامات في اليوم. دليل كبير على ان سميتها مرتفعه يعني تصوير ديال البال. كنلاحظوا على ان دابا الاستهلاك ديالها بحكم على انها منفعه, حنا ولينا اللي كينفعنا اللي القليل ديالو نافع خاصنا نكثروا منه, ولا عندنا هاد يعني ملي كنسمعوا راه من الريوتر ولا شي عشبه اخرى كنسمعوها بدون سند علمي, فكنبداو نكثروا من الاستعمال ديالها. وبيان سور ملي كنحجم اللي كنكثروا منها يعني راه حنا كنكثروا في الذات ديالنا هذيك المكونات, حيت الاعشاب شنو هي؟ ما هي الا مكونات فيها دي برينسيپ اكتيف, فيها واحد العدد واحد ديزالكالويد, فيها ديزالكول, فيها يعني واحد العدد كبير ديال المكونات. هذيك المكونات يعني ما حدنا كنكثروا من الاعشاب, ما حدنا كنكثروا من هذيك المكونات, وهذيك المكونات كيكون فيها ما هو ضار واللي كيقدر يتسبب لنا في بعض الاعراض الجانبيه اللي انا ذكرت منها اللي كاينه خطوره, المشاكل ديال الكلي ومشاكل ديال الكبد. وربما هذه المساله كنركزوا عليها دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني فيما يخص مشاكل الكبد وتعاملنا مع الاعشاب, لانه الا ما عرفناش كيفاش نستعملوها كيف ما الا ما عرفناش كيفاش نستعملوا الادويه, العضو الرئيسي اللي كما تنقول كيتم استهدافه واللي كيتخرب فهو الكبد, فالانسان كيخصو يرد البال بزاف كيفاش غيتعامل مع الاعشاب, لان في اخر المطاف الكبد تسولي كدير واحد المجهود اللي كيفوق الطاقه ديالها, وبالتالي كيكون تفاعل خطير جدا على صحه الانسان. كاين هاد هذا يعني كاين دو زاكسيون, يعني كاين واحد المفعول مباشر اللي كيأثر على الصحه ديالنا, هو ان حنا كنبداو ناخذ واحد الكميه ديال الاعشاب منها اللي كيقدر يكون مضر بالكبد, منها اللي كيقدر يكون مضر بالكلي, منها اللي كيكون كيقدر يضر بالامعاء, يعني كاين منها اللي هو فوتو سنسيبيليزون يقدر يضر لنا حتى بالبشره ديالنا, يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاضرار الجانبيه اللي حنا كنقدروا نعرضوا لها ريوسنا. اضيف الى ذلك كنعرضوا ريوسنا لواحد المساله اللي هي لو روتار دو بريزون شارج كوريكت ديال المرض, بمعنى انك يكون واحد التاخير في العلاج, وهذاك التاخير في العلاج كيقدر المرض على حسب اي مرض يقدر يمشي للمضاعفات يعني دي كومبليكاسيون, يعني مش انه تطوير المرض. مثلا بعد مرات كنلقى شي ناس اللي عندهم مشاكل ديال كريز دازم ديال الربو كريز يعني وكيحاولوا انهم يعالجوا ريوسهم باعشاب ولا بزيوت اساسيه, وفعلا كاين بعض الاعشاب اللي كتعاوننا, كاين بعض الزيوت الاساسيه اللي كتعاوننا باش ما يجيونا, وكاينه كذلك التغذيه اللي كتبقى اساسيه باش دائما كنتكلموا بمنطق وقائي, يعني باش نقيو نفوسنا باش هذوك لي كريز ما يبقاوش يجينا كثار, باش نبداو نبعدوا ما بيناتهم, يعني كاين واحد النمط ديال الحياه يعني كندخلوهم في هاد في الوقايه. اما ملي كتكون لورجونس فلورجونس فرحنا ما خصناش نبقاو نلعبوا بها. وهنا كنبغي نذكر واحد القوله اللي هي مهمه, الا وهي ان حنا في يعني فاش كنهضروا مع المواد الطبيعيه, فاش كنهضروا على التغذيه, فدائما كيبقى عندنا واحد كنهتموا بالصحه يعني بالمحافظه على الصحه. ملي كيكون شي مشكل في الصحه فرهنا بيان سور حنا خاصنا التشخيص وخاصنا بريزون شارج اللي خاصها تكون طبيه بطبيعه الحال بادويه وعلاج اللي يكون كيف ما قلتي صحيح. كنشكرك بزاف دكتور عبد الخالق الرمضاني طبيب عام واخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. اكيد اننا مواصلين معكم اوفياء انا الكرام وبرنامجكم صحه وسلامه.